بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم ابو مريم التونسي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله الفيديو بتاع النهاردة لموضوع النتايج البخار اللي عملت لها العملية، النتايج العطال اللي كانت مريحة بقى لها فترة طويلة وعملت لها العملية. جالي شوية اسئلة كتير كده وبعض الكلام برضو على الموضوع دوت، وحابب ان انا ارد عليه في فيديو عشان نستفيد كلنا من الموضوع ده. اول حاجه، دلوقتي النتايه معمول لها العمليه تقريبا بقى لها حوالي اسبوع، والحمد لله النتايه بصحه كويسه وبتاكل كويس وبتشرب كويس، والنتايه زي ما احنا شايفين كده حالتها كويسه ما فيهاش اي مشاكل. تمام. طيب، في كذا تعليق كده جالي حابب ان انا ارد عليهم مع بعض ان شاء الله. هنشوف دلوقتي الرد عليهم كان ايه. اول حاجه، يا ابو مريم، ايه اللي وصل النتايه ان هي بقت بالشكل دوت؟ فهقول لك ان انا جايب النتايه تقريبا بقى لها عندي حوالي 5 شهور من اول ما جبتها، وهي زي ما هي كده ما بتشتغلش ما بتبيضش، ولما جسيتها لقيت فيها كلاكيع الدهون ديت، والكلام ده طبعا انا قلته في فيديو قبل كده، وطبعا الموضوع ده انا محذر منه قبل كده كتير جدا في كذا فيديو على القناه. قلت يا جماعه العيش والعلف والذره الصفراء، الثلاث حاجات دول غلط على الحمام وبالذات على النوتي، في ان هي بتعمل دهون عند النتايه وبتخلي النتايه تريح وما تبيضش. تمام كده. طيب، حاولت معاها بكذا حاجة، يعني أنا حاولت معاها بخل التفاح زي ما بنعمل العادي بتاعنا، حاولت معاها بأن أنا أديها الأوميجا 3 لمدة حوالي 20 يوم أو أكتر، حاولت معاها بأن أنا أديتها فيتامينات، أديتها سلينيوم، أديتها جروفيت، حاولت معاها بحاجات كتيرة جدا عشان تشتغل النتاية، ما اشتغلتش خالص. تمام. ففي الاخر انا قررت ان انا اخلي النتايه ديت حمامه للتحضين، فجوزتها لدكر كريزلي وحضنت تحتيها، والنتايه حضنت، بس الزغلول لما طلع ما عرفتش تاكله، وطبعا شلت الزغلول نقلته تحت قص تاني كان تحتيه زغليل في نفس العمر، وخدت النتايه عشان اعمل لها العمليه. وطبعا ده كان اخر حل بالنسبه لي، ان انا امسك النتايه وافتح لها واعمل لها عمليه واشوف ايه اللي جواها واطلعه. فالحمد لله بدات في ان انا اعمل الموضوع ده عملي، يعني انا عملت الموضوع ده كذا مره قبل كده كتير في حمام كتير، يعني جراحه وخياطه والكلام ده عملته في حمام كتير، بس طبعا الحاجات دي ما بصورهاش. وبرده في موضوع مهم جدا لازم تعرفه عن تصوير الحمام، وهو مجروح او متعور او الكلام ده، او مناظر العمليات والدم في فيديوهات اليوتيوب، فالحاجات دي طبعا بتبقى غلط على اليوتيوب. تمام. فعشان كده هنا في رد على موضوع يا ابو مريم انت ليه عامل لنا الفيديو ابيض واسود، ليه ما عملتوش بالالوان عادي زي ما هو؟ فبقول لك ان انا عامل فيديو ابيض واسود عشان موضوع اليوتيوب، وممنوع ان احنا نحط فيديوهات جراحه ودم والكلام ده، منظر الدم نفسه على اليوتيوب يعمل لك مشاكل. تمام. فعشان كده الفيديو ابيض واسود، فما فيهوش اي مشكله بالنسبه لليوتيوب. تمام. طيب، ليه مجري الفيديو؟ يعني الفيديو ابو مريم انت مخلينا الفيديو سريع جدا. هقول لك ان انا مجري الفيديو لان مده العمليه كانت مده طويله، فعشان احط لك فيديو مثلا 20 25 دقيقه انت هتزهق وانت بتتفرج عليه وهتقول لي يا عم انجز. تمام كده. فانا بحب اريح دماغي، خليت لك الفيديو سريع، انت تتفرج، عايز تتفرج على الفيديو بطيء طبعا في اختيارات في اليوتيوب في السرعه بتاعت الفيديو، هتدوس على الاختيار ده وهتبطئ الفيديو، عايزه 50% عايزه 25% هيجي لك الفيديو ماشي بالحركه البطيئه الطبيعيه اللي انا كنت شغال بيها في العمليه. تمام كده. زي ما قلت لكم النتايه جربتها في تحضين ما حضنتش، ما عرفتش ان هي تلبس زغليل وتاكل الزغليل، فانا نقلت الزغلول تحت قص تاني كان زغلول هزاز، ونقلته تحت قص تاني اكله، والحمد لله القص التاني اهتم بيه ورعاه. فانا خدت النتايه وبدات طبعا ان انا خلاص قررت ان انا هفتح لها واعمل لها العمليه بنفسي. والموضوع ده يا جماعه مش اي حد ممكن يعمله، مش اي حد ممكن يجربه، لازم تكون عندك خبره او فاهم انت بتعمل ايه عشان ما تموتش فرد الحمام. ولازم فرد الحمام لو فكرت ان انت تعمل له عمليه تكون صحته كويسه جدا، حالته العامه كويسه جدا، ما فيهوش اي مشاكل، ما فيهوش مشاكل تنفسيه، ما فيهوش مشاكل في الكبد، ما فيهوش مشاكل في اي حاجه، عشان لو جيت تعمل له العمليه ممكن يموت في ايدك وانت بتعمل له العمليه، بسبب مثلا ارتفاع ضغط الدم، بسبب مثلا انخفاض ضغط الدم، بسبب مثلا مشاكل في الكبد، بسبب مشاكل في الرئه، بسبب اي مشكله ممكن يموت منك في ثانيه كده، تبص تلاقي فرد الحمام قطع خالص نفس وخلاص مات في ايدك. طيب، في ناس بتقول لي يا ابو مريم طب انت ممكن تعمل العمليه دي اصلا الحمامه برده ما تشتغلش. هقول لك يعني هي كده كده اصلا مش شغاله، يعني انا مش مستفيد منها في حاجه وهي مش شغاله. تمام. حتى في التحضين ما جابتش معايا وما حضنتش، فانا دلوقتي قدامي حاجه من الاثنين، يا اسيبها زي ما هي مش شغاله، يا اما اجرب واجتهد وان انا اعمل العمليه ديت واشوف، لو ربنا كرمني واراد ان هي تشتغل هتشتغل، انما لو ربنا مش رايد ان هي تشتغل فهي كده كده مش هتشتغل، وانا كده كده سواء عملت العمليه او ما عملتش العمليه فانا مش هخسر حاجه. تمام. يعني لو ربنا كرمني واشتغلت هبقى انا استفدت ان هي اشتغلت، طيب لو ربنا ما قرضش والنتايه ديت ما اشتغلتش فانا مش هكون خسران حاجه، لان هي من البدايه اصلا ما كانتش شغاله وما كانش فيه منها رجاء في ان هي تشتغل. تمام كده. فده طبعا الرد على موضوع ان النتايه ممكن ما تشتغلش اصلا بعد العمليه.
طيب في ناس بتقول لي ابو مريم انت استخدمت بنج ايه عشان تعمل لها العمليه؟ اقول لك ان انا استخدمت بنج عادي ليدوكاين اللي هو البنج الموضعي اللي هو بيترش على الاماكن اللي انت مثلا عايز تخدرها، وده اللي انا استخدمته ورشيت لها كميه كويسه على الجلد قبل ما افتح بحوالي ربع ساعه او اكتر من ربع ساعه، واستنيت لحد ما الجلد يبدا ان هو يتخدر، وبعد كده طبعا فتحت بشفره نظيفه متعقمه، وطبعا لابس جوندات في ايديا، جوندات طبيه عشان ما اذيش النتاية بكتيريا او فيروسات او اي حاجه ممكن تكون موجوده على ايدي، وعشان ما اذيش نفسي باي تلوث من النتاية برضو يجي على ايدي ويضرني انا كشخص. تمام كده. طيب استخدمت خيط يا ابو مريم في الخياطه؟ هقول لك استخدمت خيط ابيض عادي خالص، الخيط بتاع الخياطه العاديه خالص مش خيط طبي، خيط اللي هو الخياطه بتاعه الملابس، وده طبعا مجربه قبل كده بدل مره 2 و3 و10 في ان انا اخيط بيه حمام سواء متعور في دماغه متعور في رقبته متعور في ظهره، فرد حمام قبل كده الحصاله بتاعته اتقطعت، حمامه نفاخ وانا بمسكها حاولت ان هي تخبط وتعافر معايا، فالضافر بتاعها نتش الحصاله راح خارم الحصاله قطع فيها حوالي 3 او 4 غرز، وبرده خيطت لها بالخيط الابيض العادي ده، والحمد لله الخيط دوت ما فيهوش ضرر. بمسك الخيط وبغطسه جوه البتادين هو والابره، وبطلعه من البتادين وببدا بان انا اخيط بيه خياطه طبعا غرزه غرزه، واربط كل غرزه لوحديها واقطعها واربط اللي بعديها وهكذا غرزه غرزه لحد ما بخلص الموضوع ده، وفي الاخر برده بحط عليها بتادين على الجرح من اوله لاخره عشان اعقم الجرح واطهر الجرح لو في اي تلوث عليه، عشان الجرح طبعا يقفل، لو الجرح ملوث مش هيقفل، هيبدا يعمل معاك مشاكل وصديد وحاجات زي كده، والموضوع ده طبعا مش انا مش دكتور بيطري، والموضوع ده طبعا واخده عن خبره التجارب اللي انا عملتها قبل كده كتير جدا بربي حمام من زمان، قابلتني كذا حاله فرد حمام يتعور، فرد حمام يتجرح، فرد حمام يتقطع منه حته من الحصاله، حته من جلد الرقبه، حته من جلد الدماغ، الكلام ده كله، وبنبدا ان احنا نعمل له عمليه ونخيط له الكلام ده، او فرد حمام مثلا كان في كيس دهني، كان في تليف مثلا تحت الجلد، في مشكله تحت الجلد، وبنفتح نطلع المشكله ديت ونقفل تاني بالخيط الابيض ده عادي مفيش مشكله. تمام. فالخيط ده يا ابو مريم هيفك لوحده ويقع ولا ما بيقعش؟ هقول لك لا، انا جربت الخيط ده كتير جدا، الخيط ده لما الحاله بتخف وبتبدا ان هي الجرح بتاعها ينشف، الخيط ده طبعا بتيجي تبص عليه ما تلاقيهوش، الخيط بقى بيدوب بيقع ما تعرفش ايه اللي بيحصل بالظبط، فبتبص على الخيط ده ما بتلاقيش الخيط موجود في فرد الحمام، فبتبص على الخيط ده ما تلاقيش الخيط اصلا موجود في فرد الحمام. هل ممكن اي حد يعمل الموضوع ده؟ اقول لك لا، ما تفكرش ان انت تعمل الموضوع ده الا اذا كان عندك خبره ولو عندك نتايه فيها المشكله دي، حاول معاها بالطرق اللي احنا بنقول عليها، ان احنا نستخدم مثلا خل التفاح على الميه لمده 5 ايام بمقدار مثلا لو خل 20% بان احنا بناخد منه 2 او 3 سم على اللتر ميه، ونستخدمه 5 ايام، بعد كده بنستخدم اوميجا 3 نص كبسوله في بق النتايه كل يوم لمده 10 ايام. طبعا لو النتاية عندها دهون قليلة ممكن ان شاء الله تنزل مع الكلام ده، وغير ان احنا طبعا لازم نكون شايلين الكلفة الخشنة ونحط لها حبوب درع ويجا بس عشان احنا عايزين نقلل من النشويات اللي بتخش لها، وطبعا لازم نوقف العلف خالص او الدرة الصفراء او العيش، لان دولت اهم ثلاث اسباب بيسببوا ان الحمام يحصل له موضوع الدهون الزيادة ده، وان الحمام يليس والنوتي ما اشتغلش، وطبعا الموضوع ده انا محذر منه قبل كده كتير جدا في كذا فيديو على القناة، قلت يا جماعة العيش والعلف والدورة الصفراء الثلاث حاجات دول غلط على الحمام وبالذات على النوتي في ان هي بتعمل دهون عند النتاية وبتخلي النتاية تريح وما تبيضش. تمام كده. طيب امتى يا ابو مريم النتاية ديت ترجع تاني ان هي تشتغل، وهل ممكن ترجع فعلا ان هي تشتغل ولا لا، وامتى ممكن ندخلها تاني للذكر؟ هقول لك ان انا النتاية ديت ممكن اسيبها لوحديها كده لمدة شهر شهر ونص شهرين لحد ما النتاية تخف وتبقى كويسة خالص وترجع لصحتها الطبيعية وتاخد فيتامينات وتاخد كالسيوم وتاخد كل حاجة والنتاية تستف ريشها، لان انا نتف لها ريش كتير من حوالين فتحة المخرج وحوالين مكان العملية، نتفت ريش كتير عشان اعرف افتح على نظافة واعرف اخيط على نظافة، فالنتاية دي ان شاء الله لما تستف الريش ده كله ويرجع الريش ده منتظم وشكله حلو والنتايه الكريست بتاعها يطلع ويبقى شكلها حلو وتبقى نتايه صحتها كويسه وزايفه جاهزه ان هي تشتغل، ساعتها هجوزها لدكر باذن الله، ولو اشتغلت باذن الله هعمل فيديو تاني وهنزله على القناه بالحاله بتاعت النتايه، ولو باضت ان شاء الله هنصور النتايه وهي معاها البيض وننزل الفيديو على القناه عشان نستفيد من الموضوع، وطبعا نستمتع بان احنا نشوف نتيجه المجهود اللي احنا عملناه مع النتايه ديت والتغيرات اللي حصلت على النتاية دي بعد العملية. فده كان فيديو النهاردة، ويا رب اكون قدرت ارد على كل الاسئلة اللي جات لي على الموضوع ده، الاسئلة كانت كتيرة جدا، فما تنساش تعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو جديد، وكمان ما تنساش تعمل مشاركة الفيديو عشان تفيد غيرك بيه،
ولو انت لسه ما اشتركتش في قناتي التانية، لينك القناة التانية في الوصف هنا تحت الفيديو في اول تعليق. خش اشترك في القناة التانية، قناة المنوعات، بعيدا خالص عن موضوع الحمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم ابو مريم التونسي.